هو الجمهور الواقع كما ذكرت يدقق بأدق التفاصيل، فبعض الأشياء يمكن حتى نحن ما نلتمحها ما نعرف نحن نكون مسوينها، تلقى الجمهور يعرفها ووضح عنها وحط لها أسباب. لكن تحت البث صارت يا طويل العمر مرة من المرات مشكلة بينك وبين واحد من الشباب تحت البث، إنزين من دون ذكر أسماء، كانت مشكلة اللهم نقاش فقط، صار فيه مثل ما تقول نقاشات، يعني مش إنه يعني الحمد لله ما وصلت إلى درجة عالية من الألفاظ، كانت فقط اللهم ألفاظ خفيفة يعني. فالشخص هذا يا طويل العمر يعني بعد البث، يعني من طلعنا على البث يعني بعد ما نمنا وكذا وصحينا على البث، لاحظتك انسجمت معه، يعني ما كان صاير شيء تحت البث. فنفس الشيء نبغى توضيح عن هذا الشيء، هل هو يعني قصديني هل أنت يوم ظهرت معه على البث، هل أنا ترى ما أعرف وش صار بعدها بعد كلامكم بعد مشاهدتكم، هل أنتوا تصالحتوا ورجعت المياه إلى مجاريها، أم أظهرت هذا الشيء فقط بدافع اللي هو الجمهور أو بدافع الكاميرا؟ أشوف مطلوب منك التوضيح. المشاكل دائما تحصل بين الأخو وأخوه، يعني ما هي بغريبة يعني أنها تحصل بينك وبين أي شخص واحد بيتم معك في نفس المكان فترة طويلة، فالمشاكل واجدة والله لا يجيبها إن شاء الله. لكن كانت اختلاف وجهات نظر، هذا يقول كذا وانت تقول كذا، ويعني مثل ما تقول اراء يعني ما اتفقوا على بعض الشباب، فجلسنا مع بعض تحت البث واتفقنا احنا نسوي الاشياء هذه فوق البث، صارت ايش مثل ما تقول الامور بالعكس، يعني المياه المجاريه، انت تقول بروح يمين وهذا بيقول بروح يسار، عرفت؟ خلاص اتفقتوا تروحون سيده، تروحون سيده يا اثنين، لكن هذا يقول يمين وانت تقول يسار، ما تتفقون خلاص هذا بيروح يمين وهذا بيروح يسار. ممتاز ممتاز جدا. لكن بس كتوضيح فقط بكلمة واحدة، هل عادت المياه إلى مجاريها أو أنك أنت صنعت هذا الشيء عشان الجمهور؟ ما في شيء أصلا عشان تصنع شيء. الجواب معك. ما في شيء أصلا عشان تصنع شيء. يعني كانت يعني خلاص تراضيت و ما في زعل أصلا الله يرضى عليك، إنه في اختلاف وجهات نظر الله يرضى عليك. فقط كان اختلاف وجهات نظر. وجهات نظر، هذا يقول بروح منه وهذا يقول بروح منه، عرفت؟ يعني كاتفاق. حلو. ما في شيء، الله أمرك الحمد. بالعكس أنا ما أذكر أنه يعني صار مشكلة يعني مع أحد صراحة، يعني ما أذكر. في الأمور اللهم لك الحمد كله بالأخوان المتسابقين، والله العظيم كل واحد منهم أنا أغلى من الثاني، يعني أخوة. وش يعني لك كحلان؟ كحلان كحلان طال عمرك هذا أخوي ميال عقالة ولا تشمر، هذا طال عمرك فقدنا في البرنامج لك، ما فقدنا غلاء في قلوبنا. أي والله نسات، لأني كنت كان يوم كان كحلان موجود كنت لاحظ تفاعل كبير معه، وبعد ما راح حيلان قل التفاعل مع بعض مع الشباب الموجودين، هل يعني كان رتمه على رتمك؟ لا والله شوف ابو مبارك يطلع ان شاء الله انه متفاعل مع الجميع، يضحك مع هذا يضحك مع هذا، يعني في تفاعل بيننا كلنا، عرفت؟ بالعكس والله انا اشوف اني انا يا عبد الله الكيرعاني اشوف اني مع الجميع نفس مع اني اكون مع اي احد شخصيا باسمه او بذكره، كلهم عندي والله سواسي، وانا تراني داخل في مثل ما تقول في الجميع اقول لك.